بسم الله، عندنا تمرين يستهدف الشيست وبشكل اساسي، وطبعا الترايسبس بتشتغل بشكل ثانوي والاكتاف الامامي بتشتغل بشكل ثانوي اقل. احنا عندنا سوبر ست، هنعمل تمرين بعد كده نعمل التمرين اللي بعديه بعد كده نستريح. التمرين الاول اسمه سايد تو سايد بوش اب، التمرين الثاني اسمه توسو اليفيتد بوش اب. هنعمل ازاي؟ تايت سايد تو سايد، هنزل وضع الضغط على البوش اب على الارض، بس بتحرك من يعني هبقى نازل على ايد واحده كده، بعد كده هنتقل على ايد الثانيه. تمام، هنشوف التمرين بيتعمل ازاي. خليني اوريكم كده. اه كده تمام، هنزل على ايد اليمين كده، اروح لايد الشمال. واحد، اثنين، ثلاثة. المفروض ان انا هجيب 10 عدات، بعد كده اروح على اي صندوق وهاخد وضع البوش اب برضو وهجيب 10 عدات تاني. طبعا كوعي المرفق ما ارفعوش قوي وما نزلوش جدا، لما نزله جدا هركز على الترايسبس اكتر، لكن هنخليه في زاوية 45 درجة. يعني هجيب ال10 عدات التانية، ظهري مشدود، ال10 عدات يبقى 10 عدات 10 عدات، دي كده جولة. احنا عندنا 3 جولات ومن 20 ل 60 ثانية راحة بين الجولات.